مستمرين معاكم كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. احد القامات الكبيره ورئيس الاتحاد الافريقي للكره الطائره ونائب رئيس الاتحاد الدوري دكتور عمرو علواني احد ابناء النادي الاهلي، بنرحب بيك في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي. موفقين ان شاء الله، بطوله كوم مميزه تليق باسم مصر ثم النادي الاهلي. الحمد لله ان شاء الله. انا اخترت النادي الاهلي طبعا عشان عارف التنظيم والقوه الدعائيه واعتقد ان البنيه الاساسيه في النادي الاهلي هتبقى هايله، وان شاء الله التنظيم هيبقى هايل. انا يهمني الجمهور بتاعنا يستضيف الناس كما يجب، وهو ده اللي احنا عاوزينه عشان نوري روح النادي الاهلي. البطولة منافسة قوية، عدد كبير من الفرق المشاركة، ده بيدل ان البطولة ستكون ناجحة بجانب الحضور الجماهيري المميز بالنسبة لجمهور النادي الاهلي. الاجواء دي بتنعكس على حضرتك ازاي كرئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد الدولي دكتور عم؟ عايز اقول لك ان البطولة دي من دلوقتي بيتابعوها في كل حتة في العالم، لان انا ضاغط على الاتحاد الدولي انه لازم يرجع بطل افريقيا لبطولات العالم، بس هو اصر ان لازم يبقى عندنا محترفين عاليين، لان السمعة القديمة ان الفرق راحت خسرت 5 و6 و7، ودلوقتي في جوائز مالية جامدة. اعتقد ان الرجال احتمال ندخلهم بس بالبرايس ماني بتاعهم، او الكارت الريد كارد هيبقى ب50,000 دولار، لكن الجوائز بتصل لـ1,000,000 دولار، فاي حد يقدر يعوضها. فانا يهمني ان كل حاجة معلنة ومنشورة وفي بث تلفزيوني، فاعتقد هنكسب منها من الناحية الدعائية لمصر والنادي الاهلي والفولي في افريقيا. السيدات ثم الرجال بطولتين في توقيت قصير جدا، دي ثقة كبيرة من الاتحاد ان هو يسندها للنادي الاهلي، والنادي الاهلي كفيل بهذه الثقة على ما اعتقد بالنسبة للبطولات الكبيرة دكتور عمرو الفترة. هو طبعا كلنا ورا مصر، وكل اللي موجودين هنا تلاقيهم خبرات عالمية ومصريين، وبالتالي انا جايب الافارقة الكبار جدا، يعني كل نواب وحاجات. فاعتقد قدرة تنظيمية للنادي الاهلي، لان طبعا انت عارف في خبرات، يعني كابتن عبد الرؤوف عبد القادر كان من الناس اللي يعني غزا افريقيا اكتر من واحد. فان شاء الله تنظيم البطولات بالنظام بتاعنا والقيود بتاعتنا هتطلعها كاملة. انا واخد دعم كامل من مجلس ادارة النادي الاهلي، واعتقد ان لولا بس ان في الماتش النهاردة كان هتلاقي كل مجلس ادارة هنا. يهمنا في الافتتاح بكرة الامور تبقى كويسة، لكن اهم حاجة ان فرقتنا تلعب، جمهورنا يساندهم، ما يحطش عليهم ضغط، علشان نقدر طول ما النادي الاهلي يوصل دور الاربعة والدور النهائي يبقى عندنا فرصة نكسبه والبطولة تنجح. فرصة سعيدة وبالتوفيق ان شاء الله. سلام عليكم. كل الشكر والتقدير طبعا للدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة على هذه التصريحات. بنتمنى كل التوفيق من جديد للنادي الاهلي.